لكن الظاهرة الحقيقة اللي نتوقف أمامها كثيرا الموسم الماضي أو السنة اللي فاتت كانت ظاهرة نادي فيوتشر، فريق الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الممتاز، وإذا به يحقق المركز الخامس بنفس نقاط الرابع، يشارك في البطولة الإفريقية، وكان أهم حاجة بالنسبة له هي فوزه بكأس الرابطة لما فاز في النهائي يوم 8 يوليو على نادي غزل المحلة بخمس أهداف مقابل هدف في النهائي اللي أقيم تحت إدارة تحكيمية أجنبية، لعب أمام غزل المحلة اللي كان حقق المفاجأة وصعد إلى المباراة النهائية، وانتهت المباراة بخمس أهداف مقابل هدف لفريق فيوتشر اللي أثبت وجوده بشدة خلال العام الماضي. يمكن السنة اللي فاتت شهدت برضو بعض الظواهر اللي أحزنتنا جميعا، وهي هبوط بعض من الفرق الجونة ومصر المقاصة اللي كان بقالهم سنوات في الدوري الممتاز، وهبط اللي كان لسه صاعد حديثا إيسترن كامباني، لكن صعد في المقابل نادي الداخلية ونادي حرس الحدود، وعادت زهرة الجنوب إلى الدوري العام من جديد وهو نادي أسوان. الظواهر يمكن اللي بتحزننا شوية الوضع الحالي للنادي الإسماعيلي، نتمنى أنه يخرج من هذه الأزمة اللي بقت يعني دائمة بكل أسف وأسى، نتمنى إن شاء الله النادي الإسماعيلي أن يعود إلى سابق عهده، نادي البطولات ونادي كرة القدم الجميلة في مصر اللي بتمتع الناس كلها.